صباح الخير عليكم خوتي المغاربه. اليوم 17 يناير 2020 كانت واجد حدا ملعب ادرار هذا الصباح هذا في اكادير. كتشوفوا هاد الدخخ اللي طالعه هنايا مورايا، هذه شركه اللي خدات الصفقه اللي كتصاوب لنا الشوارع في مدينه اكادير. كون كانوا غير شي شوارع نقولوا مزيانين، هاد الدخخ اللي خارج هنا ريحه الكودرون، هادشي بشكل يومي. ودابا راه ماشي الشميليات بجوج شاعلين، راه كاين واحد الثانيه ملي كتشعل راه الدخخ فين طالعه. هاد الشركه كتعرض حياه المواطنين ولا الصحه ديال المواطنين للخطر بهذا التلوث. هاد الدخان فيه واحد الغبره وواصل حتى لاكادير، وواصل ملي كنقول اكادير سانتر فيل واسع على حسب الرياح اللي عاطيه. هاد الشيء ما مقبولش. السلطه المحليه ما عرفناش فينا هي، الناس ديال البيئه ما عرفناش فينا هما، المنتخبون البرلمانيين وكل شيء بخير وعلى خير، حتى واحد ما كيدخل، حتى واحد ما مسوق لهاد الشيء. قريب في اكادير غنبقاو نتمشاو بهذا الماسك اللي داير انايا، من ناحيه النفايات، من ناحيه التلوث ديال الفرشه المائيه، البلديه كتحرق الزبل لهنايا، هادو دايرين هاد الفور هذا وكيحرقوا الكودرون. عندنا هذا التلوث عاوتاني اللي كيجينا من البوبيدات ديال الفلاحه. كتعرفوا الامراض ديال الحساسيه اللي كاينين في اكادير، هادشي مؤخرا، هادشي ماشي انا اللي كنقولو، اطباء اختصاصيين ومختبرات ديال الراديو كيقول لك داكشي خطير. وفين وصلت النسبه المئويه ديال الناس اللي ولاو امراض فيهم ديال التنفس. واش غنبقاو بحال هكا ما كنديرو حتى حاجه؟ واش غادي نبقاو نقبلو بحال هذا المعمل؟ ولا بحال البلديه كتلوح لينا كتحرق الزبل، ولا كتحط لينا داك الليكسيفيا تما نهار يفيض ويدير لنا فضيحه من غير راه لوت الفرشه المائيه. السلطات المحليه الله يرحم لكم الوالدين، واش غتبقاو كتفرجوا وجالسين ومخلين هذه الفضيحه هذه؟ كتعرفوا من غير الساكنه ديال اكادير، الناس ديال هذا الجبل اللي هنايا كلهم كيعانيوا من هذا الدخان المسرطن اللي كيشموا. كاين اكبر ضحيه هما العمال ديال هذا الشونتي هنايا. هاد العمال ما دايرينش الوقايه، كيشموا ديك الغبره، كيشموا داك الشيء كله مده ديك 8 ولا 10 السوايع. قولوا لي من بعد ملي غادي مرضوا واش غادي يعقل عليهم شي واحد؟ واش بعدا عندهم لي سين اس اس؟ واش عندهم الاوراق ديالهم لي زاسيورونس الحمايه ديالهم؟ ولكن ملي كنقولوا له لي زاسيورونس ولا سي ان اس اس، اول هذا الشركه توفر لهم الحمايه، يعني يديروا لي بافيت ولا يديروا شي حاجه اللي خصها دار في لي شونتي. هذا الشيء حشومه. السيد الوالي الله يرحم لك الوالدين، عافاك عيقتي، يمكن لك تجي لهنايا تحبس علينا هذا الشيء، يدبر راسهم يشوفوا الحلول، يشوفوا شنو غادي يديروا ويحبسوا علينا هذا التلوث. راه ما بقاش مقبول في مدينه اكادير، راه خصنا ترجع اكادير ديك جوهره سوس، ديك لا بوتيت سويس، اكادير اللي كان كيجي ليها الناس عاشقين بحال جايين غاديين مسافرين شي بلاد اوروبيه كانوا كيجيو لاكادير. بغينا نرجعوا ليها دوك الامجاد ديالها. تبارك الله عليكم، الله يسهل علينا وعليكم، والله يحفظ هاد العمال اللي كاينين هنا. وبحال هنا واحد العدد ديال الشركات كيستغلوا العمال ابشع استغلال. ايوا المهم التفاؤل، وغادي نبقاو ديما متفائلين. الوريضات ديال نهار السبت ديما موجودين، ما ديوهاش دوك الطوار اللي مورايا، غنغطيوهم بالورد. وهاد الوريضات كلفت واحد الشركه اليوم وخلصتها وكل شيء. نهار الاثنين غدي ليا دي بوكي للسيد الوالي، السيد رئيس الجهه والسيد رئيس مجلس البلديه، على وعسى يردوا مدينه اكادير كتحترم البيئه. تبارك الله عليكم، والله يسهل علينا وعليكم، والوريضات راهم ليكم يا ساكنه مدينه اكادير، والى كل المغاربه ان شاء الله غير الخير لبلادنا والجهه كامله.